قراية الحب عمياء، هل احنا كنا عمي ومش شايفين عيوب بعض؟ لا، بس كان في تطورات مع الوقت، يعني حلو بقى وحش، وحش بقى حلو، كان يعني هو ولا يعني حاجات وحاجات. بالظبط المثل بيقول اهي ليلة وفراقها صبح. خدتي قد ايه عشان تموت؟ 4 شهور. 4 شهور يا ارض انشقي وبلعيني. ايه السؤال اللي مش عايز اساله لك دلوقتي؟ عملت ايه بعد ما سيبنا بعض؟ عملت ايه بعد ما سيبنا بعض؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه. هل حاولتي تتدخلي في حياتي بعد ما سيبنا بعض؟ لا خالص. قوله في وشه ولا تغشه؟ ايه اللي قلته في ظهري بدل ما تواجهني؟ لا، ما عمري قلت حاجة في ظهرها. إن غاب القط تلعب يفار. جات لك الفرصة قبل كده إنك تخوني وعملت إيه؟ يعني أي ليمون خلصته. نص بقى الدورين اللي جايين هنتقل. ماشي خلاص، جه كحلها عملها عماها. جه كحلها عماها. احكي موقف جيت تصالح فيه باظت اكتر. لما كنت انا كنت في الاول قريبه من مكة، فكنت بعدها بفتره بحاول ابين لك ان مفيش حاجه بينا، فانت لقيت ان في صور كتير، فالموضوع اتفهم العكس تماما. اعمى ويقول شفت بعيني، امتى كدبت عليا بس انا كان معايا الدليل؟ قول هما مرتين. لما شفتي ال ببجي بصرت المحبة خروف. احكي موقف صغير انا عملته بس بالنسبة لك كان حاجة كبيرة. اكبر حاجة بالنسبة لي حد النهاردة والخاصة في الساندوتش بصراحة يعني. لا، حاجة انا عملتها لك صغيرة كحاجة حلوة حاجة حلوة يعني. مش عارف هو ده ايه السؤال اصلا. لما جبت لي بوكس صغير فيه كندر و فيريرو روشيه. الورق لحد النهارده معايا على فكره. بجد؟ ورق الشوكليت. ذكريات. داري على شمعتك تقيد. هل علاقتنا كانت هتبقى انجح لو ناس قليله كانت عارفه؟ اكيد. السؤال ده ملوش الاجابه واحده. اكيد. لا تعيرني ولا عيرك، ده الهم طايلني وطايلك. بتستعمل عيوبي ضدي؟ لا. متأكدة من انت هتعمليه ده؟ انا عملت كده؟ بجد؟ امتى؟ قولي لي امتى عارف؟ عشان انا عمري ما عملت كده. دي قله ادب دي. في قرفه؟ دي شطه دي. دي قرفه دي. انا مش عارف اتكلم عشان لازقه في بقي كله. المثل المصري بيقول طلع من نقره وقع في دحديره. كانت ايه اكتر علاقه توكسيك، انا ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها. ايه؟ اقسم بالله لا، كنا توكسيك جدا. لا خالص، مش قوي يعني. مش قبل يعني، كان في حاجه اسوأ مننا بجد؟ هنعمل فيلم دي. انا ابو محسن عسل. أمير عيد بيقول في كلام جوايا ما تشرحش، كان نفسي أقوله بس الوقت ما سمحش. معاك 30 ثانية تقولي فيها أي حاجة شايلها في قلبك وما قلتهاش قبل كده. إن أنت بقى همك راحتك وأنت أكتر من الناس، يعني ما بترضيش الناس على حسابك أنت. حاسس إن أنت دايماً عايزة الخير للناس. عمرو دياب بيقول قدام مرايتها بتتدلع، عادي بتتدلع، عادي براحتك. إيه قدام مرايتها بتتدلع. عمرو دياب بيقول قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها. مين كان بيلطع التاني اكتر وهو بيجهز؟ انا فاكر انا كنت بستناك كتير قوي، كتير قوي. انت بتستناني كتير قوي. انا اللي بستناك. انا اللي بستناك كتير جدا. كان متفق معايا الساعه 2 يكون عندي، جالي الساعه 6. ارمي عليا دقيق. لا بايديكي والله العظيم ما ينفع. انا مش معيش لبس زياده. Ha ha ha.
كانش في وقت ادي رياكشن. الفنان وائل جسار بيقول: خلينا ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. كنت ذكرى حلوة في حياتك ولا ما صدقت خلصت؟ لا ما مش ما صدقت خلصت، انا كنت متمسك بيكي للاخر. بس مش هقدر احدد انت كنت ذكرى حلوة في حياتي ولا لا، عشان يعني بالنسبة لي كان اي حاجة وحشة مرينا بيها قدام كانت يعني علمتني دروس كتير. الفنانة أصالة بتقول: وعموما بكرة يبان مين فينا طلع خسران. السؤال في الأغنية: مين فينا من وجهة نظرك الخسران؟ مش حاسة ان حد فينا خسران. صح. يلا الانيفرسري بتاعك. وانت اكتب التلاتة ولا واحد؟ هما في تلاتة وفي واحد استقرنا عليه. ماشي خلاص، بالسنة ولا من غير السنة؟ ماشي. كل واحد يوصف الثاني في واحد. دلوقتي ولا زمان؟ تفرق. زمان ودلوقتي يعني كده وكده. كانت بلهاء. لا بلهاء كده، كانت بلهاء في حياتها. كل واحد يكتب اول حرف من اسم الكراش بتاعه دلوقتي. لا يعني اكتب اليوزر نيم بتاعها. مين فيكم كان بيغير اكتر؟ عادل دي مش عمر. لسه بتدور على حد شبهي في الناس اللي بتقابلهم؟ شبهك انت؟ حياة النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطة. مين اللي كان بيسمع اكتر ما بيتكلم؟ مش بنسمع اصلا. انت يلا. أكتر أغنية كنتم مشغلوها أنتوا مع بعض؟ هما تلاتة. أنت كتبت برضه الليركس مش الـ هي الأغنية اسمها أنا الصوت بجد؟ أنا الدنيا، أنا اللي الدنيا بتهدي. هو أنا للدنيا وللأوزي بيرت لاف أند هيت وجدل بخاف من الكوميدي. أنهي أهم، الصحاب ولا شريك حياتك؟ At this point لا ده. بالظبط والله العظيم، بس اللي بفكر فيه. يعني دول ماشي. كل واحد فيكم اتجوز وخلف، ممكن تسمي حد من ولادك على اسم الاكس؟ يس ممكن. بما ان انتوا دلوقتي اصحاب تاخد كام وتقطع علاقتك بالاكس؟ ده مش السؤال اللي كان في دماغي. تاني كده تاني تاني. بما ان انتوا دلوقتي اصحاب تاخد كام وتقطع علاقتك بالاكس؟ يعني هتعينيني بفلوس فاكتبي مبلغ محترم. كنت من غير فلوس بس دي حاجه حلوه. انا كنت فاكر ان هي اللي تديني فلوس مش عارف كده. ماشي تفتكروا ممكن ترجعوا لبعض في يوم من الايام؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للحلقه دي. لو عايزين تطلعوا مع الاكس الحلقة الجاية ما تنسوش تعملوا له منشن في الكومنتس. ايديت انا بقى. وانا الايديتور وطلعت في حلقة، ولو عايزين الجرافيك ديزاين اللي يطلع في الحلقة اللي جاية اعملوا له تاج في الكومنتس.